ما يبقاش تروع انا زعل. في اخوات جنون اصغر مكدوس بالعالم رح لاقي لك طابق بالبنايه. خلص الكنافه وبنركض. ما في سربرايزز كل ثانيه. I don't know whether to look up, down, to the right or to the left. Is he coming from? Oh, you kidding. روعة روعة روعة. هاي أستراليا. See you guys soon. ما تروحوا على حالكم. برمانة. طلع عبالهم قهوة لبنانية، فتة أعملها هلا. أول مرة بحياتي من وقت ما تجوزت كنت شخصانية. لكن هذه الجمعة رح نتسلى، رح نلعب، رح نمزح، سوربرايزز رح نشوف على وجوهكم إشياء كتير حلوة. نحن فكرنا بشغلتين كتير مهمة. أهم شيء بدي أفاجئكم لبنان تبعي، ماي لبنان. ماي لبنان بكل المحافظات تبعه، من الشمال للجنوب للجبل. رح تشوفوا لبنان اللي بتعرفوه واللي ما بتعرفوه. لبنان is not seen on the news. لبنان مش تبع الأخبار. لبنان مش تبع شو بيوصل خبار بالآخر تبع المشاكل وكل المصايب. رح نشوف لبنان، رح تنصحوا، رح ناكل، رح نضحك، رح نغمر ناس، رح نبوس ناس، emotions، رح نتمشى على الطرقات، ناس رح توقفنا، رح ناخد صور. It's gonna be all action, adrenaline rush. منبلش نتروع عن جعب. Let's go. So when everybody was COVID, life stopped. قاعدين بالبيت ما عم نعمل شيء. نحنا the same day ساعة قالوا lockdown فتنا على المطبخ. لقيت الكهربجي. حطينا أضوية. هلا منضوي هون. وبلشنا كل يوم كل يوم كل يوم one video every single day one video every single day. So this is one of COVID's recipes which we're gonna see together. كنافة our way. لا كنافة كنافة هلا بتشوف كنافة كنافة good كنافة nice كنافة homemade كنافة very nice taste. شو رح نبلش؟ رح نبلش أول شيء رح نشتغل بهيدي المكنة، مش عم نعملها دعاية بس هيدي أهم مكنة بالمطبخ. عنا كل المكونات تبع الكنافة. بدنا زبدة، حليب حضرناه قبل شوي، سميد أكيد، نوعين جبنة، جبنة عكاوي وجبنة موتزاريلا. موتزاريلا بتعطي شوي هيك المقطة والمزهر. عنا موارد، عنا سكر، وعنا كورن فليكس. ترى هيدا السر كله سوا. وعنا المسكة، المسكة رح نحطها هون، ولا مرة نطحنها واحدة لأنه بتضمغك بتعلق. سو بنحط لها شوية سكر ساعة اللي بدنا نطحن المسكة تصير كلها سوا باودري مع السكر. لو واحدة كانت لزقت على هيدا. هلا هيدي مدقة توم بس احنا ما عندنا توم بالبيت فمستعملها لشيء تاني. رح ناخد الخبز. هلا هن بنقزة فكرت عم نعمل فرنش توست او تشيز اند هام ساندويتش. لا رح نكب الخبزات هون ورح نطحنهم تيطلع لنا بودرة الخبز. هالبودرة الخبز يلي بعدين اول ما رح تفوت على الفرن رح تعطي هالقرش الصغير يلي هو الفرك. سو نحن وير تريكينج الفرك يلي هو بيعملوه بقلب المطاعم الكنافة. And we want the green or the orange. Yes.
من وين جبت الحليب؟ هون البقرة اللي حد الحي. حطينا الحليب، الحليب لازم نشده مشان هيك بده السميد، بده سكر اكيد لانه الكنافه حلوه، وتتغطي على الملوحه تبع الجبنه. بنتركها هلا تسخن تشد على بعضها شوي، وبنرجع بنزيد للجبنه. You know you're not going to be able to call it your canapé now. Now my mom's no. doing it. That's our kiwi. ورد. يلا من بعد ما جمعناهم كلهم مع بعضهم بلشوا لقطوا على بعضهم الجبنه الاستيسيتي على القد اند ذن بنغطيه. بسم الله ريحه حلوه. Yeah, it smells beautiful. Do we have to bake it? Can we see it like that? I just want to try. فنحن رح نفوت على الفرن بدنا نص ساعة، بهالوقت رح نتروق زعتر لبنة ومنقيش واشياء طيبة وبنرجع ما تشبع وبنتحلى هيدا. بس عنا منقوشة زعتر، منقوشة جبنة، عنا كعكة بنسميها هون كعكة عصرونية أو كعكة عصرية مشهورة كتير من كتير زمان، جبنة مع زيتون وجوز، عنا زعتر أكيد، بليز خذ وحدة، ورق عنب باللبنة، شي خويت. أوه واو شي خويت، جنون. أصغر مكدوس أصغر مكدوس بالعالم، بلا توم؟ أكل شي مرة مكدوس بلا توم؟ لبا رح تصير رح لاقي لك طابق بالبنايه. مكدوس سوبر ميني مكدوس رح تدوق كل شيء وكثير طيبين. جبنا لكم اربع انواع لبنه، عندنا اللبنه مع زعتر وعليها شيء اسمه حب قريش وايلد فاينز، عندنا لبنه معزي مخمره لونها براون شوي بتقعد بالمرتبين سنه وبعد سنه بتصير طريه لدرجه انها بتفرد. والله فيري سوفت سوبر سوفت مثل الشنجليشه like بتصير مثلها بس هي لبنه. عندنا لبنه العاديه وعندنا لبنه معزه جديده مكبوسه كبس بتجي اقسى. اي فوالا كل هول بيض بقورما خلصت، رح ناكل البيض بقورما هلا مع لقمه خبز غير شكل. وعندنا هول الراسبري بليز راسبري فريش طازه انقطفوا امبارح من ضيعه اسمها عين داره. اللبن تبعت المعزه سامعين سامعين بسبقيني لاحقك؟ سبقيني؟ اه يس اوف كورس اكشلي هيرد ذات ريسنتلي لاحقك انت ببلش واحنا بنلحق. اي لايك انجوي حرق لسانك هذه اذا عملتها زي لقمه الخروف هي 100% 100% سو انجوي بريكفاست. هيدي هي ترويقتنا، هي جمعتنا، نحن عائلة واحدة وكثير مبسوطين فيكم. Enjoy. We're excited to be here. Thank you so much. أحلى شيء عنا أنتوني وأنا وقت بيجوا عالم من برا بدهم يزوروا لبنان ونزورهم البيت عنا، لأنه بالبيت كمان عنا
كل شيء من كل لبنان سو بيدوقوا طعمة لبنان بيكتشفوا لبنان and we love having everyone here. Light crunch. Wow. هذا حكي. ما تستحوا إذا مش طيب. هذا حكي. It's so stretchy. It's very homey. Atar is 2 cups of sugar, 1 cup of water, a little bit of mazahir, a little bit of mawarid, and some lemon juice. Wow, it does. It tastes like home. Yeah. Yeah. It's delicious. يلا منخلص على السريع لأنه نحنا تأخرنا ونهارنا طويل وبدنا نخدهم كزدورة بدنا نعرفهم على لبنان وكل شبر منه ممنوع نقفي ولا شيء بدي استفيد من كل دقيقة من كل دقيقة لحديت ما يقعدوا يقولوا أمان خلص please it's too much منخلص الكنافة ومنركض. وفي surprises كل سنة. I don't know whether to look up, down, to the right or to the left. Is he coming from? Oh, are you kidding? No, مش معقول. مش معقول. We're cruising in this today. Yeah, come on. كولا بربير. كولا بربير. ألفين على الراكب. يلا يا مدام. يا مدام يلا ورا يلا. سكرين السير يلا. It's red. Stay there. You guys are crazy. Mean into. Anthony, you pull up surprise. And you're good to go. La mich maul. You're actually crazy. Mean where did you hide it? The car in the middle of the sun. Yeah, put it in neutral. Yalla. Yes, you very does, Benji. So هيدا كان قلت لهم كتير surprises. هيدا واحدة من surprises. فيتاس ما ركب بس. And 750 families, more than 4,000 products. All together into one place. So it's food and arts. Every single thing in this shop is made in Lebanon, where you can travel along Lebanon, supporting the families, inviting them to stay home, stay in their villages, تمكين العيال بالضياع. And what we do is get the products, put them here, so anyone can buy any mune, za'atar, and everything in between. And the most important part is we help them and support them to be export ready. So we help them how to have a good label, how to write it, how to close it, how to be as up to the international standard. So we can support them and help them to export, of which we went already to Australia, we sent to France, and ongoing. So this, welcome to Made by Nature in Lebanon. Wow. Hello, hello, hello. هلا انا هني ما اكلوا شيء من الصبح حرام يعني بس انا علفتهم شو عندهم. احنا we haven't eaten for 20 minutes. يلا دين. Let's do it. We're in your hands. We've heard so much about this. كل الفكرة من وراه. That's true, I believe that. Yeah, كان في كريسمس ماركت هون. So the sausage guy قرر ما يجي. قال لي انزل اعمل sausage. هيك بلشنا. بعد 2 months فتحنا فارم جريل. We harvest your meat. هذا السلوغان طبعا. What do you love the most about what you do? I love cooking. Hey guys, I'm here for my first shift here at Farm Grill. I've applied for a job and I said I've got to start on cutting the burgers and preparing the breads. So wish me luck.
The trick is to use the back of the knife. And that way, the bread doesn't get destroyed. Look at that, look how smooth that is. حاولوا تفضل شطور از انتوني وتساي بعده شطور روعه 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 It's juicy, it's crunchy, it's soft. The sauce is amazing. The breading on the meat. I love the crispy potatoes on top. Adds a nice crunch to it. You can tell I've been watching Anthony's videos. I'm learning about textures and flavors and sauces. Good one. He's gonna take over. Good one. How much better can I get? قال من شوي أمير كان شبعان وما بده ياكل قال. And then I saw the cooking and I saw the lahma and I saw the. That is a unique burger. That's wow. Yeah. Have with it. Yeah. 1, 2, 3 or 5 everybody in the house let me hear you say yeah. بعد نهار كتير حلو وطويل وبعدنا بأول نهار ومشي يعني فكرته إنه كتير تعبت ومشي أنجع اليوم بس هيك بسموها ميزانبوش بالفرنساوي يعني. Does that mean eating a lot of food? Yeah, because that's all we've been doing since we've seen you this morning. All we've been doing is eating, drinking, eating, and you're promising us all these little surprises, and you're taking us to more food places. Anyway, here at Made by Nature, tell them where we are tonight. We are in Romana. نأترينكم الساعة 7:30. من هون رح نفل كل نصور رح نعمل هيك. Romana, here we come. See you tonight. Hey guys, it's good to be in Lebanon. Welcome to Brumane, the bearded bakers and Brumane. There's no better combination. Listen, we're baking and shaking all the way till late tonight. We're looking forward to seeing you guys down here. See you guys tonight. Let's do this. Ahla wa sahla and welcome to Kanafi Bakery. We'll see you guys in Brumane tonight. Looking forward to it. Let's do it. Let's go. So the mix is done. Now we're going to add our special cheese. This is our first time baking in Brumana. And thank you to the team for making this happen. Doesn't matter how many times I've been making it. I've probably made over like a million kanafes right now. And she's still watching me like a hawk like it's my first time. I keep telling you, the students overtaking the master. But it's that line hasn't worked. Okay. Mum, get a spoon. I've got to get my mum's tick of approval. Beautiful. Hey, well, listen. That means we're ready to serve it to the rest of Romana. Hope you guys are ready. From Sydney, Melbourne, Dubai, and now the bearded bakers make their first appearance in Romana. Big shout out to No Garlic, No Onions, Anthony and Raps. You guys have been amazing to make this journey. I mean, this is the beginning of it. This morning we started in Anthony's home. We had a beautiful breakfast and we're looking forward to taking you around the whole of Lebanon. Can't wait to show you guys what we got in plan for you. Australia!
you look like a serious kanafa eater. دوقناهم كنافتنا رح ندوق كنافتهم. عم تحرقلك حيث بس بشوفها عم تحرقلك عن جد تبعنا طيبة ايه بس تبعهم سوبر طيبة. منا كنافة لبنانية كنافة طيبة تبع الماما. Thank you so much. Amazing day. What an amazing day. Birthday. Amazing. I can't believe it's only one day it's and we got 6 more to go. It's only the first day. Yes. I'm still thinking about the breakfast that we had at your house this morning. It's going to be amazing. Bremena, thank you so much. Lebanon, thank you so much. Sold out. بأقل من 3 ساعات ونحن بعدنا مكفيين. هو تحدي. هو تحدي وتشالنج وزبط. ظبط انه التقينا باستراليا، رجعنا التقينا بدبي وقلت لهم تعوا لبنان، لبنان بدي فرجيكم لبنان، بدي فرجيكم لبنان لكم، بدي فرجي لبنان لكل العالم، بدنا نبرم لبنان، بدي فرجيكم كل المحافظات، بدنا ناكل كنافه مظبوط، بس اهم شيء وي غانا سبريد هابينس اند شير جوي، يعني بدنا نفرجي العالم كلها سوا البسط، واهم شيء يونايتنج عرب كلتشر، انتم من بلد نحن من بلد وكلنا مع بعضنا، نحن واحد، نحن واحد، ولاد العم وكيف فينا نبرم بلبنان، ببرمانا اليوم العشقه والناس ماكسيموم انبسطوا، ضمامير بدي اخبركم اياه. And very excited. 6 days. خلص أول نهار وكان رائع. بعدنا بالأول. هلأ بلشنا. هلأ بلشنا. شو بيميز كنافة وكنافة؟ Never had كنافة for breakfast. We normally have for dessert after dinner. I'm just gonna hug you. This is not your average knafe. For me, I mean, don't disturb mood. That was unbelievable. I've had nothing like that in my whole life. To be honest, I'm speechless. See you on the next episode. Shutter going down. Enough food. Done for the day. Are you sure? I'm joking.